محشي يا بتوع الهنكلايز والحب في قلبي يمشي يا بتوع الهنكلايز القلب تملي محشي يا بتوع الهنكلايز والحب في قلبي يمشي يا بتوع الهنكلايز الفرح هنكلايز الحب هنكلايز الشوق هنكلايز الفرح هنكلايز بس ما هنكلايز الحب هنكلايز كله 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 في الهنكلايز ايوه يا هنكلايز كلهم كله في الهنكلايز وكله في الكنافات يعني بلح السنين ومحشي بالهيافات كله في الهنكلايز وكله في الكنافات يعني بلح السنين ومحشي بالهيافات الحب هنكلايز الشوق هنكلايز الفاكسة هنكلايز اللحمة هنكلايز الشوق هنكلايز البسمة هنكلايز والفرحة هنكلايز والعشرة هنكلايز والنفة هنكلايز والعيشة هنكلايز والحب هنكلايز والحب هنكلايز الشوق هنكلايز الحب هنكلايز وكله في الهنكلايز يا ابني ارحم الفرامل ارحم الفرامل ده اللي علمها لك ده بهيمة لا مؤاخذة يا حاج نعم يا اخويا خدت انا ايه بقى من بلا 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 مؤاخذة دي هو لما التيل يبوظ هتدفعهولي انت ولا امك لا يا بابا رايحين على فين يا بنت صبوري ما انا هقول لك اكيد مش شايفاني بتخانق مع البهيمة دوت يا بابا عندي شغل في المكتب خلاص يا هبة مش هاخدك معايا رجعنا يا ابني مش هسيبك بس عايز افهم هفهمك يا حبيبتي انا دلوقتي راح اشتري ارض ارض ايه الله يلا راح اشتري مكان كبير مكان كبير قوي 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 وبعدين المكان ده بقى في اسمه ايه ده اسمه البتاع اللي فيه محلات كتيرة ده فوق وتحت مول مول عليكي أنا بقى هاخد المول ده بقى في التجمع كويس في التجمع الخامس طيب هاخد أنا بقى الدور التحتاني كله أعمله فرع للمحلات بتاعتنا سوبر ماركت سوبر ماركت كبير وبعدين يا حبيبتي ما سألتنيش بقى أنا عايزك ليه معايا؟ ليه؟ ليه؟ أقول لك أنا قولي في حاجات إيه بقى أنا ما بفهمهاش وصاحب المول ده يا حبيبتي شركة أجنبية وكل الناس اللي هناك شبهي كده اتقنتكين وبيتكلموا زي كده بالظبط بيحطوا يعني إيش إنجليزي إيش فرنساوي إيش إيطاليانو بقى أنا عايزك بقى عشان أفهم يا حبيبتي ماشي يا حبيبي ماشي يا بابا يا ابني انت بقى يخرب بيتك خلي بالك من الفرامل الواد ده انا هجيب له حنطور علشان كل شويه اقول له شيء يلا بينا بقى موافقه ولا بلاش افهم جميل ترد يا مبين ما اشوف ام فين زي الخازوق انا مشغوله يا امجد شويه واكلمك هستناكي تكلميني ضروري مين بقى يا حبيبي اللي بتقول لها هستناكي دي هيكون مين يعني دي عميله دي زينب هات التليفون لا مش هديك التليفون هات التليفون فرجهولي هات التليفون فين الرساله
هتكون فين يعني عندك؟ انت مسحتها يا زباله يا قذر. مسحتيها ليكي بغبائك وانت بتشدي الموبايل مسحتيها. اتصل لي بزينب. مش متصل بزينب. اتصل بزينب يا امجد يا زباله. شت ولا كلمه. لازم تثق فيها بقى وتصدقيني مش كده. اثق فيك ايه وانت كل حركاتك وسخه زيك. وطي صوتك ادم يسمع. ادم يسمع؟ طالما خايف عليه قوي كده ما توسخش صورتك قدامه. يا اخي خليه لما يكبر يشوفك محترم بدل ما انت زباله ووسخ. كفايه قرف بقى، انا زهقت منك. قرف لما يقرفك ما تمدش ايدك عليا وسيب ايدي. مش هسيب ايدي. سيب ايدي اللي اهلك ما عرفوش يربوك يا زباله. اوعي تجيبي سيره اهلي يا بيه وطي. لا يا زباله، امك ما مشاك يا حيوان. اخلصي بقى. بس يا حيوان يا زباله. ازاي بركات مطلع الشغل ده؟ استحالة. يخرب عقلك يا بركات. بركات ايه؟ انت بتقول ايه؟ عيب عليك تقول الكلام ده، ده طلعان عيني في الاغنية ديت من اولها لاخرها، اشتغلت على كل حاجة. تقولي بركات؟ هي الاغنية دي هتضرب وهتشوفي. تضرب؟ يا نهار ابيض. طب بقولك ايه بقى، استنك الصوت مع الصورة عشان عايزين نخلص، انا تعبانة وميتة. حصل. تمام. تضرب. نهار اسود لو ضرب. وعمارة ايه بقى تضرب دي؟ تضرب. السلام عليكم يا بنتي. تحت امرك يا فندم. والله احنا عندنا ميعاد مع الاستاذ الاستاذ كريم. اقول له مين حضرتك؟ الحاج عبد الرازق خليل يا بنتي. مستر كريم؟ الاستاذ عبد الرازق خليل. الحاج عبد الرازق خليل. انا مش استاذ. معلش هو بيحب كده. اتفضل يا حاج، هو في انتظاركم. ميرسي. يلا يا بنتي. اتفضل. اهلا وسهلا، شرفتونا. اهلا بيك يا ابني. يا استاذ كريم. اقدم لك يا سيدي هبه بنتي اللي هيبقى المكان باسمها. ازيك يا كريم يا زهر؟ ازيك يا هبة؟ عاملة ايه؟ فينك؟ موجودة. 7 سنين؟ أكتر. كريم كان زميلي في الجامعة يا بابا. الجامعة الأمريكانية. على كده انتوا تعرفوا بعض. ده مش كده وبس، دي بنتي كمان اسمها هبة. مش كده بقى يا ابني، شوف كده هتنزل لي قد ايه من سعر المتر. انا تحت امر حضرتك يا انكل. وانتي عامله ايه وفين؟ موجوده وعندي بزنس لطيف ما شاء الله. ايه؟ ورود. عندي محل ورود اسمه توليب. انا مراتي بتجيب حاجات كتير من عندك على فكره. والله؟ طب ابقى قول لي عشان اختمها. اكيد. وحياتك يا ابني نتكلم في الشغل، وحيات والدك الشغل. وانت لك حساب معايا، الحق عليا ان انا اخدتك معايا. قول يا ابني، قول قول. انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه بالمكان والعقد وطريقه الدفع والترمز. ترمز؟ ترمز ايه؟ هو احنا ما عندناش انستولمنت، بس انا ممكن اعملها عشان خاطر حضرتك. هو بيحاول يعمل المبلغ على أقساط. أقساط. ما تقول كده يا أخي. كده كويس. شوف يا ابني، أنا فلوسي كلها محطوطة في بضاعة، ومش عايز أتعور من مبلغ كبير زي ده، فوحدك قسمهم لي أقساط. ولا شكات الترمس والفول دي. بس خلي بال حضرتك، القسط هيكون كبير شوية. كام يعني؟ يعني المكان اللي حضرتك عايزه قصه ممكن يكون حوالي 2 مليون كل 3 شهور. لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. انا ابني عايز اخلص. انا هدفع 4 مليون كل 3 شهور. لا عايز اخلص. وبلاش هتقعد ترمس في الفول دي. مش كده يا عموسه؟ الواد ده كنت بتحبيه، ها؟ وهو كمان كان بيحبك.
انت ازاي لسه ما تعرفيش يا حبيبتي ابوكي؟ انا بص للواحد كده افهمه من جوه جوه على طول. كريم كان ابوه سفير كبير وعرفته في الجامعه وكان عايز يتجوزني وعرفني على اهله، بس حصلت شويه مشاكل وما حصلش نصيب. ما حصلش نصيب. انسي يا بنت انسي. ما كملتكيش. انا بقى حبيبتي زي ما بشوف الناس من جوه، في بقى بيعنت للناس للاسف الشديد ما يشوفوش الا من بره بس. دول بعيد عنك بالنسبه لي يا هبه امي. عارف يا بابا؟ اه انا بحبك يا بابا. يو ويلكم. عشان تعرف ابوكي جي بغلبي بغلولو فرنساوي. انا عايزه ابوسها بقى، عايزه ابوسها. بوس يا جميل. يا بص قدامك يا خبرتك. بنتي بتدلعني. اه دلعي يا اختي، دلعي شغلاعي يا اختي شغلاعي. لا تمشي يا لا تمشي يا ابني، بص قدامك وكل عيش. خبرتك. حبيب قلبي بابا بابو بابو. مالك يا هنا؟ مفيش. طب يلا نبتدي بقى، انا جايبه لك معايا سيديز النهارده تحفه. لا لا مش عايزه العب النهارده. ليه بس يا كئيبه؟ عادي يعني. هنا ربنا مديكي موهبه وانتي شاطره، اتعلمي من وانتي صغيره عشان لما تكبري تلاقي نفسك مميزه جدا وسط الناس. ايوه بس انا زعلانه قوي من ربنا علشان خد مامي وما خدنيش معاها. حبيبتي ربنا هو اللي خلقنا وكلنا بنيجي الدنيا هنا فترة وبنمشي وبنروح له هو تاني. الموت مش حاجة وحشة والله العظيم، أنا فهماكي وعارفة إن مامتك وحشتك، بس لو ركزتي كده هتلاقي إنها بتبعت لك رسائل. رسائل إزاي؟ إيه أكتر حاجة كانت بتجمعكوا أنت ومامتك؟ أكتر حاجة البيانو. خلاص العبي بيانو كتير علشان تحسي بيها جنبك. ايوه انا فعلا كل ما بعزف على البيانو بحس ان هي قاعده جنبي. شفتي بقى؟ ولو اتعلمتي النوته هتحسي انها مبسوطه وهتحسي بيها جنبك اكتر. انا مش هفهمك، انتي شاطره وكبيره وفاهمه الكلام ده كويس. لا انا مش كبيره، انا صغيره. لا انتي كبيره على فكره. لا انا صغيره. لا انتي كبيره. طب وريني انا صغيره ازاي؟ وريني. هخاف. بتعملي ايه؟ لا 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 بصي بحبش ده. لا 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 انا مش عايزه مبروك يا حبيبتي. بس مش كان المفروض اجي معاكي؟ ما انا اخدت ساره معايا. وبعدين مالك بتقولها لي كده من غير نفس؟ في ايه يا بابا؟ مفيش. في ايه يا ماما بجد؟ في حاجه ولا ايه؟ اخوكي امجد متخانق مع مراته وضاربين بعض. خضتيني، ايه الجديد يعني؟ بس يا ترى ايه سبب المره دي؟ بتقولي انها شافته بيبعت رساله لواحده ولما شافها مسح، مع انه كان بيبعت لعميله عنده في الشركه. بطلي تصدقي اي حاجه، ابنك بيكذب. وانت بطل تيجي عليه كده دايما، ولو بيكذب ما هو من قرفها. خلاص يصاحب اي واحد اذا كان ده يرضيك. انا ما اقصدش كده، انت ليه بتفهم كلامي دايما غلط؟ خلاص خلاص هما فين؟ خليكي هنا ما تطلعيش فوق. ليه؟ عشان اخوكي قاعد مع استاذ ناجي. استاذ ناجي بتاع الكنيسه؟ من زمان قوي ما شفتوش، هو لسه عايش؟ اه ما هو ماسك شؤوني متجوزين في الكنيسه هو ومراته جيهان، قلت اكلمهم يجوا يقعدوا معاهم. كانش ناقص غير ان انت تجيبي لهم جيهان كمان. ما هي قاعده مع امل. وايه اللي جاب امجد وامال اصلا؟ هي اتصلت بابوكي وراح جابها هي وادم، وامجد كان هنا اصلا. طيب انا اقعد فين بقى دلوقتي؟ خليكي قاعده معانا هنا شويه. انت فاكره ان ناجي ومراته هيعملوا حاجه؟ دول عباقره.
انت فكرك ان هو ممكن يخرب بيته بنفسه ويطلقها؟ هو لازم يستحملها، ابنك لازم يتغير. مش هو اللي لازم يتغير، هي كمان لازم تتغير، عشرتها صعبة. بقولك ايه، انا مش عارف اتكلم معاك، الكلام معاك بيفور الدم، وبعدين اي راجل هو اللي بيجبر مراته انها تحترمه، وابنك ما بيعرفش يعمل كده. طب ردي عليه انت. خلاص يا ماما، خلاص يا بابا. حصل خير، مفيش حاجة جديدة. قدومة تيجي اللون صور؟ اوكي؟ انا هلون باللون الازرق، وانت بتلون بايه؟ يدمروا الواد بغبائهم. انت حبيبي اللي مظلوم في الموضوع ده. اوعي تفتكري ان ناجي كان طول عمره ملاك. انا مش عايز اعيش معاها خلاص. دي انسانه لا تطاق، قله ادب، صوت عالي، شكاكه، وفي المقابل مفيش حاجه واحده عدله تخليني استحمل. وغير كده بقى عندها مشكله نفسيه مع اهلي غريبه، ومش عايزه تتغير. وخلاص انا حفظت المشاكل، اول ما المشكله تبدا الصوت يعلى، شتيمه في ابويا وامي من غير مبرر. يا استاذ ناجي بتمد ايديها عليا. انا خلاص واخد القرار، انا عارف ما ينفعش طلاق، تروحي الكنيسه وانا انفصل بهدوء، وانا موافق جدا اعيش من غير جواز زي الفل كده. اهدى يا امجد. استاذ ناجي ارجوك، انا لا عايز حد يهديني ولا محتاج وعظ. انا عارف حضرتك هتقولي كويس، ما جمعوا الله لا يفرقوا انسان. انا بقول لحضرتك بقى، مش لما يكون ربنا هو اللي جمعنا الاول؟ امال مين اللي هو جمعكم؟ انا بغباوتي، انا مش عارف كنت بفكر ازاي ساعتها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا كان في عيوب ولسه في عيوب، بس انا كنت بستحمله، وتحت اي مسمى كنت بحترمه، ولو كان يحصل بينا مشكله ما كانتش تخرج بره حدود اللياقه، يعني ما يمدش ايده او يشتم، لان العيب بيجيب عيب والغلط بيجيب غلط. يعني ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انه يعرف عليا بنات واسكت؟ يعايرني ويقول لي انت بيها انت واهلك واسكت؟ يضربني واسكت؟ هما جابوني ليه خدامه وانا ما اعرفش ولا ايه؟ لا انا ما قلتش كده، لكن علشان لازم يبقى عندك حكمه في حياتك عشان بيتك ما يخربش، ولو في اي حاجه انت مش قادره عليها اطلبيها من ربنا، هو اللي يقدر يغيرها. صدقيني انا في بدايه حياتي وفي اول جوازي كان بيني وبين ناجي مشاكل كتيره، وكنت ادخل الاوضه واقعد اصلي وادعي له بالتغيير علشان ربنا يرضى عنه، مش عشاني، لا علشان يكسب نفسه، وعلشان لو جرى له حاجه يكسب ملكوته وما يخسرش ويدخل الجنه وما يخشش النار. ما علينا، على العموم انا مش جاي النهارده علشان اوعظ هنا، انا جاي افكر في حل معاك. طب حضرتك ريح نفسك عشان مفيش حل. وابنك ادم حابب انه يكون بعيد عنك وتروح كل اسبوع تاخده وتشوفه ساعه ويرجع تاني لامه؟ ما هو ادم بقى هو اللي معطلني بصراحه. يا استاذ ناجي انا ما بحبهاش، واضحه ما بحبهاش، عايش معاها ازاي؟ طيب هي وحشه، انت فين بقى من ده كله؟ الحكايه مش حكايه كلام وبس، انت لازم تشتغل على مراتك وتغيرها بطريقتك زي ما بتعمل مع ادم. مش ادم لما بيشوفك بتعمل حاجه صح بيقلدك، وبالعكس لما بيشوفك بتعمل حاجه غلط ممكن يعمل زيك بالظبط. انا عايزك تتغير يا امجد علشان مراتك كمان تتغير، انت الراجل. وبعدين العقده من اهلك دي اوعى تحسسها بيها ابدا وترجع وتقول لي تاني عندها عقده من اهلي. يا استاذ ناجي يعني انا دلوقتي المسؤول عن كل حاجه؟ اتغير واغير وانا الراجل؟ انا فين من ده كله؟ قصدك تقول ربنا فين من ده كله؟ ربنا مش في بيتكم يا امجد. انا مش هعرف اصلي عشان امجد، مش هقدر من جوايا. جوزك اكيد ما كانش زي امجد. لا جوزي ما كانش زي امجد، جوزي كان أوحش، واحد ما بيدخلش الكنيسة خالص ومش عايز يصلي، وكل يوم سهر وخمرة مع أصحابه اللي مش كويسين، وطبعا المسألة كان فيها ستات. شفتي الصلاة؟ شفتي صلاتي عملت إيه عشانه؟ خلاه خادم في الكنيسة. لازم بالصلاة خلي السلام يدخل ويملى بيتك. صلي انت بس. احنا كنا في الكنيسة امبارح على فكرة. وإيه يعني؟ هي الحكاية مروح كنيسة وخلاص؟ لازم تروح الكنيسة وفي قلبك ربنا، مش كده ولا إيه؟ قولي أنتوا بتصلوا مع بعض ولا لأ؟ لأ طبعًا، وإحنا بنقعد مع بعض أساسًا. أنت عارف الراجل اللي بيبقى متجوز ومخلف بيسموه إيه؟ بيسموه رب أسرة. عارف يعني إيه رب أسرة؟ رب يعني مسؤول عن كل الأمور، عن حبهم، عن الاهتمام بيهم، عن رعايتهم.
استاذ ناجي انا خلاص عرفت رب الاسره وربنا يسهل ربنا يسهل. يا ريتك تعرف كلمه ربنا يسهل دي وانت بتقولها. ربنا يسهل لما انت تكون عاوز يسهل. زفي معايا. استعملي ضايعة. طفي ازيك؟ انا قلت اجي بدري عشان نتعشى مع بعض انا وانتي. ايوه بقى وانا اللي هعمل لكم الاكل. اوكي يا هنون نكمل احنا بكره بقى. ماشي. لا بكره ايه؟ انت هتقعدي تاكلي معانا. لا ما هو اصل مش هينفع عشان انا عندي لا 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 لا, لا ما فيش عندي وما عنديش، احنا هنقعد نتعشى مع بعض انا وانتي وهنا. على فكره انا بطبخ كويس. اوكي. انتوا ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم؟ مالكم مبلولين كده؟ ايه؟ مفيش حاجة عادي بقى صح؟ ايه؟ مفيش حاجة عادي بقى صح؟ والله. طب اسبقوني على المطبخ هغير واجيبكم. اوكي. يلا قدامي. تسلم ايدك يا معلم. يخرب بيتك وبوظتوا اللغة بتاعتي. ربنا يخليكي. بقول لك ايه، خد بقى الأسامي دي نزلها كلها على التتر. أي بركات. أي باشا. لا احنا تمام خلصنا الأغنية بس فاضل التتر. تنزل النهاردة فين وتتذاع فين؟ يعني هنلحق احنا؟ طب خلاص 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 هنلحق. ماشي اجيلك على فين بقى؟ عارفاه. وانت هتكون فين؟ في اللوبي. ماشي تمام مسافه السكه. يلا باي. الراجل المجنون عايز ينزلها النهارده في القنوات. بركات مسيطر مش زي ما انت فاهمه. يخرب عقلك يا بركات. تقدري تتحركي على فكره. الموضوع خلص. هسجل الاسماء وخلاص. هفضل قاعدة مستنية لغاية ما تخلص واخد منك الأغنية. خلاص هعمل كده عادي على بركة الدايرة بالمرة. تستني ليه؟ ما خلاص الأغنية خلصت تقدر تتحرك. خلاص بقى. أنا مش فاكرة كنت عايزة أقول لك على حاجة والمصحف نسيتوني نفسي. يا جماعة بقالي يومين ما نمتش. مش فاكرة حاجة جالي الزهايمر نسيتوني حياتي. خلاص لما تفتكري كلميني. تليفون؟ إيه عارفاها. أيوة دودو. أيوة في عينك. أنتِ فين يما؟ اصل انا كنت بصور اعلان مهم جدا جدا مع شركه اجنبيه. بس بص قدامك انت ركز بقى. وبالي مهم ما نمتش يا دودو. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انا تمام العادي. بس صوتك كويس. يا اختي كويس الحمد لله يا حياتي. هشوفك النهارده. الكلام ده كبير قوي يا بنتي. بقالي يومين ما نمتش ميته خلصانه. ما ترخينيش تعالي نقعد مع بعض شويه ومش هتتاخري ما تقلقيش. مش عارف. طب بقول لك ايه، بس هخلص واكلمك. ماشي يلا باي دودو. يلا بقى خلص انت عشان انا هروح للبراكوتا. وبراكوتة ايه وكلام غريب ده؟ انتوا بوظتوا اللهجه واللغه. يخرب بيت اللي يقعد معاكوا يا اخي. ربنا يخليكي. على ايه خليني بس. اسمها ايه الاغنيه؟ مش عارف. مش فاكر. نسيت الاغنيه. ما انا عارفه كله في الهنكلات يا اخويا. اوكي انا خلصت الاكل. تعالى بقى ناكل مع بعض. لا مش هاكل. خلاص براحتك. مش هتحايل عليك ولا هقول لك بليز ولا عشان خاطري ولا هقول لك ان الاكل يجنن. انا قلت مش هاكل. كنت عاوزني اعمل ايه يا كوكي بس عشان ما تزعلش مني؟ ما هي دي الكارثه. لانك مش دريانه ان انا اللي مفروض اكون اول حاجه في حياتك. مش شغلك وريته شغلك. كاننا لسه متجوزين. وايه اللي حصل لكل ده؟ لو سمحتي طول ما انت مش دريانه انك غلطانه ده بينرفزني اكتر. طب انا ماشيه. انا خارجه. ما تمسكش فيا. انا خارجه يا كوكي. ايه اللي في الدرج ده؟ مفيش حاجة. طب وريني. لا بطل عند بقى. ما جوعتش؟
انا قلت مش هاكل غير لما تيجي ساره. ساره هتيجي متاخر قوي، هتفضل جعان كده. احسن خليك جعان احسن. مفيش معايا كده. انت مش بتيجي بدري اصلا يا بابي؟ لا خلاص هجيلك بدري كل يوم عشان نعمل كده. على فكره يا بابي في راس حلوه قوي. لا واضح. عشان ناكل بقى بدل ما موتها وجوع. لا لا خدوا راحتكم تماما. ايه؟ راح اتولدت. اوكي يا حبيبتي. طمنيني. بس ان الفرق واضح يعني. طبعا. بس كلمتيها في موضوع البيريد؟ لا 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 بدري قوي على الكلام ده، انا الاول محتاجه اكسر معاها شويه حاجات، بس ما تقلقش هي عموما استجابتها سريعه. انا مش عارف انا ليه مش قلقان اصلا. دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ لا كويسه طبعا، انا اصلا مطمنك قوي يا ساره. بص انا هقول لك حاجه، انا محتاجه صديقه وانسى انا وهي بقينا اصحاب كل حاجه تبقى كويسه. تمام. طب قولي لي احنا حسبنا ايه؟ هبعت لك ايميل كل اسبوع بالسيشنز واوقات. ماشي. انتي بتعملي ايه تاني غير الشغل يا ساره؟ بشتغل. ايوه غير الشغل بشتغل وحاجات تانية كتير. اللي هي ايه بقى الحاجات التانية دي؟ الله، انت بتعمل ايه في حياتك؟ بشتغل. وايه تاني؟ حاجات تانية كتير. طب خلاص. لا انا حياتي شغل وهنا بس، انا كل حاجة في حياتي. رد بقى ده وقته. الو انت فين يا ابني؟ بقالي فتره عماله اكلمك، رحت فين؟ اوعى تكون بس نزلت اسمي على التت. ثانيه واحده، كوفي فين؟ ثانيه واحده. ايه ده؟ طب ايه في اللي انت دلوقتي؟ صحيح ايه ده؟ انا برضو بعرف ايه ده. حضرتك انا عارفه ايه ده، بس ده مش بتاعي، ده بتاع عربي حماده. اصلا النهارده كنت بصور فيديو. قولي بقى الكلام ده هناك. هناك عندنا فين في الاسم؟ تفضلي بقى معانا يا حضرتك. مش فاهم، انا كنت بصور فيديو كليب عربي حماده بيشرب. قولي بقى الكلام اللي نفسك تقوليه ده هناك في الاسم. والله العظيم هو اللي كان بيشرب. اسمعني حضرتك، عربي حماده. طب اكلمه لك في التليفون. عربي حماده هو اللي بيشرب. هنكلمه مع بعض. شركه بتعرف. انا اصلا ايه الاسطوره دي؟ انا سمعت كده في كده الراجل يا ابني، عمري ما شفته. خرب بيتي، خرب بيتي يا امان. اه بتقول كل ده حشيش؟ دخل فندق بحشيش؟ طب كنت خبيتيها في اي حته؟ والله العظيم يا فندم بتاعي، والله العظيم. اصل حضرتك مش فاهم. انا هفهمك، انا اسمي ايه عبد السلام، بشتغل بروديوسر. النهارده الصبح كنت بصور فيديو كليب مهم جدا لمطرب في كبريات الهرم مشهور جدا، ولقيته بقى الصبح معاه حشيش، فانا مش عايزاه يشرب حشيش عشان اركز معاه. قمت واخداه حطاه في شنطتي فنسيته. جميل كل الكلام ده، بس هتقولي في النيابه ان شاء الله. طب حضرتك يعني ممكن اعمل تليفون يعني؟ هنستعين بصديق. ماشي. اي حاجه هتمشي. يا دي الخيبة، ده فصل شحن. أشحنهولك كمان. ها؟ أو النبي. احنا هنهزر ولا إيه؟ حازم باشا. أيوه. الباشا قريب ساعتك، عايز حضرتك بره. اطلع على جوه ورا. الزرع هنا، لحد ما نفتح لك المحضر. حاضر يا باشا. الله يخرب بيتك يا بركات. الله يخرب بيتك. هاي ما. هاي. مالك؟ انتي مش عارفة؟ هو لسه زعلان؟ من ساعة ما جيت ما خرجش من المكتب ولا أكل.
ما انت بصراحه بتهرجي يا ماما. انا جيت الصبح لقيت البيت يضرب يقلب تراب في كل حته واطباق في المطبخ، وانت عارفه ان البنت مسافره. على فكره ده ما حصلش غير امبارح، انا كل يوم بخرج بدري وما بتاخرش عليه. بابا اللي عايز يعمل محبه اوب از يوجوال يعني. طيب خلاص كملي تجهيز الاكل وتعالي نقعد ناكل مع بعض. اولموس دان خلاص. اوكي هروح انادي. بس حالي قولي لمامي عامله لك شوربه اللي انت بتحبها. حاضر. انا قلت مش هاكل بابا. الله اتاخرت عليا كده ليه؟ انا اسفه كان عندي شغل. بقول لك انا جعانه يلا ناكل. ايوه يلا ننزل ناكل في اي حته. ننزل ناكل ايه؟ تعالى ناكل هنا مع بعض. امك فين؟ جعانه ومستنياك كمان. لا هاتي الاكل هنا في المكتب. هنا ايه بس يا بابا؟ تعالى نقعد ناكل مع بعض، بقالنا كتير قوي ما كناش مع بعض. وبعدين ليك عليا يا سيدي ان انا هقعد معاها وادي لها كلمتين في عضمها واقول لها يا ست بطلي جنان. احترمي نفسك يا بنت، دي برضه امك. اوام حنيت والله العظيم انت قلبك حنين. طب يلا بقى يلا. على فكرة بقى انا عامله لك السوب اللي انت بتحبها احط لك. انا اللي هغرف لنفسي. طب خلاص انا هقوم. لا في ايه يا ماما؟ بابا زعلان عشان انتي سايباه لوحده، وهو متعود كل يوم يصحى الصبح يلاقيكي وانتي مش موجوده بقالك كام يوم. بابا زعلان عشان مفيش حد يعمل له القهوه ولا يجيب له الجورنال، ولو في ميد موجوده كان زمانه ما زعلش ولا اي حاجه، صح ولا انا غلطانه؟ صالحني بقى. خلاص يا ماما انا هاجي كل يوم اشوف طلباته. وشغلك؟ مش مهم، هاجل مواعيدي شويه عادي يعني. هو انت الشغلانه بتاعتك دي هتخلص امتى؟ بعد بكره. طب خلاص هروح معاكي. قول كده بقى. الموضوع مش موضوع طلبات، ده موضوع حب وعشق وله وهيام واشتياق. عموما انا هسيبكم لوحدكم وهخلص وامشي على طول. بنت بقول لك ايه؟ على فكره يا حبيبي انا ممكن ما اروحش بعد بكره خالص ولا يهمك عشان ما تزعلش يا كوكي. اصل البيت مش بيتي، مش عشان القهوه والجورنال والمواعيد. بيت مش بيت عشان انت مش في البيت. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. انا لو لقيت حد يحبني الحب ده طول العمر والله العظيم ما اسيب البيت. قولي لها يا بنتي عشان تعرف. بابا انت عمرك خنت ماما؟ لا طبعا. انا مش عرفني. انت لو خانك كنت هتحسي، انت اصلا عندك قرون استشعار. انا اول ما ستات كده ما يريحونيش كانوا يقربوا منه كنت ابعدهم عنه على طول. بس اكيد في ستات ظهروا في حياته وانا ما اعرفش عنهم حاجه. بس نسيره يقع. انا قلت عمر ما خنتك. مش مصدقاني؟ لو كنت خنتها كنت هتقول لها؟ لا طب وانت لو كان قالك كنت هتسامحيه؟ جامي. بس كنت دايما اضحك عليه واقول له قول لي لو عندك حاجه كده ولا كده ولا في اي حاجه قول لي عشان اوقعه شر اعماله. في حاجات ما بتتقالش مهما كانت صراحتك. يعني انت عملت وما قلتش؟ انا قلت لك ما عملتش حاجه، انت مش مصدقاني. وانا مش عارفه انك ما بتضحكش عليا. هو انا بخرج من البيت؟ انا هنستهبل؟ انا بتكلم عن زمان. هو في ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ طيب اوكي انا هسيبكم وامشي. الا يعني انت تيجي وتولعيها وتمشي؟ اعمل لكم ايه يعني؟ ما تجيش تاني. كده يا بابا؟ ايوه كده. لا يا حبيبتي تعالي في اي وقت. وريني بقى مين اللي هيفتح لك. انا اللي هفتح لها. طب انا ماشيه بجد سيبكم لوحدكم. باي باي. لا برد. حلو. لا بطل عند بقى شوربه. ما بتاكلها ليه؟